واجبنا أن نعمل المستحيل ونعمل الغريب ونحدث الأشياء التي تفرح الإنسان. معكم أحمد وادي من شركة ABC Productions، مخرج برنامج رواد الأعمال. إحنا قدرنا من خلال برنامجنا أنه نغطي عدة مؤتمرات وعدة فعاليات داخل الدولة. طبعاً إحنا تميزنا بأكثر من شغلين من خلال البرنامج، أيضاً قدرنا نوصل رسالة لجميع المستثمرين اللي برا دولة الإمارات أنهم يجوا على البلد ويستثمروا فيها لأنها بلد الأمن والأمان. أنا عبد الله وادي من شركة ABC Productions، مخرج منفذ لبرنامج رواد الأعمال. طبعاً إحنا بسنة 2020 و2021 استضفنا أهم رجال وسيدات الأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة وأيضاً بالشرق الأوسط. وإن شاء الله تعالى رؤيتنا لسنة 2022 نواصل مسيرتنا ونوصل للرقم 1 بإذن الله. أنا سمر من شركة ABC Productions، أسست شركتنا عام 2020. شركتنا عبارة عن إنتاج تلفزيوني وتوزيع فني، ونقوم بتغطية جميع الأحداث والفعاليات داخل دولة الإمارات، ونحن جاهزين لخدمتكم على مدار الساعة. أنا أروى محمد من قسم العلاقات العامة في شركة ABC Productions، ونحن بنغطي كل الشركات الموجودة في دولة الإمارات سواء كانت تجارية أو خدمية. وعندنا فريق عمل مجهز بمهندسين صوت وإضاءة وبكاميرات وبعدسات بتقنية 4K Full HD. وأنا فاتن من قسم التسويق في شركة ABC Production، متواجدين دولة الإمارات في إمارة رأس الخيمة، متواجدين على جميع السوشيال ميديا وعلى رابط abcproduction.com بتلاقوه بأسفل الشاشة.